موجز التربوية، أهلا بكم. تقيم وزارة التربية مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية ودوائرها الفرعية في مديريات التربية في المحافظات كافة مسابقة يوم المسرح العالمي تحت عنوان كوميديا، وتبدأ بمحافظة حلب في 21 من الشهر الجاري وتنتهي بمحافظة القنيطرة في 30 منه، وهذا وستعلن النتائج بحفل مركزي سيقام في دمشق. في إطار التحضير للعام الدراسي الجديد، تستمر في المحافظات كافة الدورة التدريبية للوكلاء الناجحين في مسابقة وزارة التربية، ويبلغ عددهم 15308 معلمين، وذلك حتى يوم السبت في 12 من أيلول القادم. وتنفذ الدورات التدريبية من خلال تدريب فريق محلي يضم 526 مدربا محليا من المحافظات كافة، بهدف تدريب المعلمين الوكلاء في محافظاتهم خلال العطلة الصيفية. وتعد هذه الدورة، والتي تجري وفق برنامج علمي تربوي مدروس، مرحلة أولى في التدريب ليتقدم من يجتازها إلى الدورة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر في صيف عام 2021. ختام الموجز بأمان الله.